وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي محمد علي حسن المتخصص في الشؤون الخارجية. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. أهلا وسهلا يا فندم. أستاذ محمد، يعني كما تابعنا في الخبر، مصر نفت بشكل قاطع المشاركة في قوة عربية تابعة للأمم المتحدة للسيطرة على المعابر مع غزة. فيما يتعلق بهذا الشق، أولا كيف ترى هذا يعني موقف مصر وهذا التصريح من مصر في ضوء مواقف مصر السابقة بالنسبة للقضية الفلسطينية؟ يعني في البداية ما يتردد من أخبار وشائعات تحاول أن تطال من مصر فهي أخبار بالطبع يعني ليس لها أساس من الصحة، ومحاولة لتجميل وجه الاحتلال الغاشم ونفي ما مسؤولية الاحتلال لما يحدث في قطاع غزة وتدمير المساعدات الإنسانية والسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني. موقف مصر ثابت، موقف مصر هو الموقف الأكثر شرفا تجاه القضية الفلسطينية، نتحدث منذ تاريخيا بالطبع ونتحدث منذ 7 أكتوبر من العام 2023، وأعلنت مصر عبر القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الموقف المصري لديه ثوابت وأعلنها تتمثل وتتلخص في بداية من الرفض المصري القاطع لمحاولة تهجير الأشقاء في فلسطين أو في قطاع غزة وتصفية القضية الفلسطينية بهذا الشكل، إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى الأشقاء في قطاع غزة الفلسطيني. أستاذ محمد، يعني ذكرت أن يعني ما قيل هو شائعات تتردد بشأن مشاركة مصر في هذه القوة، برأيك ما الغرض من هذه الشائعات؟ هل هو غرض كما ذكرت حضرتك يعني تجميل إسرائيل ولا أعلم في أي اتجاه، ولكن أيضا هل هو إحراج للجانب المصري للمشاركة في مثل هذه القوة؟ بالطبع يعني هناك هذا التصريح يأتي وفق بعض المعطيات التي حدثت بالفعل، ونتحدث أن إذاعة الجيش الاحتلال الإسرائيلي ذكرت بالأمس أن معبر رفح الفلسطيني دمر بالكامل ولم يعد صالحا للاستخدام في عمليات العبور بعد إغلاقه لليوم 44 على التوالي. وأيضا في السياق أحرك جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين الماضي صالة المغادرين بمعبر رفح من الجانب الفلسطيني وعددا من مرافق الجانب الفلسطيني. وأيضا في 6 مايو من الشهر الماضي أعلنت قوات الاحتلال بدء العملية البرية في رفح الفلسطينية. نتحدث هذا في سياقات مختلفة تأتي في ضغط يحدث داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي. هناك تخبط واضح لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. هناك خلافات عديدة نتجت آخرها عن مجلس الحرب والذي تم حله والصراعات الداخلية فيما يعرف بالمنتدى أو المطبخ الذي يتم تشكيله حاليا بشأن الحرب على قطاع غزة من الجانب الإسرائيلي. كل هذه الشائعات وكل هذه الأخبار التي لا علاقة لها من الصحة يتم تداولها، سواء مثلما ذكرت حضرتك أن محاولة لإحراج الجانب المصري وهذا لم يحدث ولن يحدث بالطبع. وجدنا خلال الأشهر الماضية العديد من الشائعات التي خرجت في مثل هذه السياقات ونفاها الجانب المصري بالدليل وبالحجة. طيب أستاذ محمد، ذكرت أيضا عن تدمير معبر رفح ونحن نرى بأم أعيننا التدمير المتعمد من جانب الاحتلال الإسرائيلي لتدمير معبر رفح ومحتلين أيضا ممر فيلادلفيا والتواجد الإسرائيلي على الجانب الآخر من معبر رفح. مع كل هذه يعني هذا الموقف وهذا الواقع الذي نعيشه، كيف ترى تحركات مصر الأخيرة والتحركات المأمولة منها لحقن دماء الفلسطينيين على جميع المستويات السياسية والإنسانية وأيضا القانونية؟
لا نتحدث في العديد من المسارات. المسار الأول هو المسار الدولي والدبلوماسي، والتي أثبتت فيه مصر أنها هي الدولة الأكثر دراية بالملف الفلسطيني، بالإضافة أو ملف هذه الحرب الشعبية على الأشقاء في قطاع غزة، من تحركات بداية من مؤتمر أو قمة القاهرة للسلام التي كانت بداية تعريف الدول الغربية بالذي يفعله الاحتلال وفظائع الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بالإضافة إلى التحركات الكثيرة سواء من وزارة الخارجية المصرية وسواء الدبلوماسية الرئاسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، والاتصالات الدائمة والمتواصلة مع زعماء الدول وأيضا مع الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش. على المسار الآخر وهو المسار الإنساني، مصر لم تدخر أي جهد ولم تتردد في لحظة من اللحظات لإدخال المساعدات إلى الأشقاء في قطاع غزة. 80% من المساعدات التي دخلت للأشقاء في قطاع غزة كانت وما زالت مساعدات مصرية في بالمقارنة بالمساعدات التي دخلت من جميع دول العالم. إعلاميا الإعلام المصري يقوم بالوقوف بشكل كبير للغاية مع الأشقاء في قطاع غزة الفلسطيني على جميع الأصعدة. يعني نجد أن التحركات المصرية سواء من أجل التوصل إلى حل هدنة، من أجل نصرة الأشقاء في قطاع غزة ووقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني قانونيا، وجدنا أن مصر كانت من أول الدول التي سعت إلى تدويل هذه القضية سواء كانت في مجلس الأمن أو الوقوف إلى الجانب جنوب أفريقيا في دعوتها في المحكمة الدولية. وأيضا نجد ورأينا المرافعة المصرية أمام المحكمة الدولية، وكم كان من هنا العديد من التفنيدات والعديد من الدلائل والحقائق التي تدين الاحتلال الإسرائيلي. يعني هو في الواقع يا أستاذ محمد كل الفيديوهات الموثقة هي تدين الاحتلال الإسرائيلي وتصب في صالح الفلسطينيين في أي قضية قد ترفع يعني ضد الكيان الاحتلال. أنا بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي محمد علي حسن المتخصص بالشؤون الخارجية، شكرا جزيلا لك.